الطريق رئيس جمعية العيون المفتوحة. اليوم تنعيش واحد العرس اجتماعي اللي نظمناه بشراكة مع عدد من الجمعيات، وعلى رأسهم الجمعية ديال السيدة خديجة الحجوبي، وبمساهمة فعالة ديال السيد تهامي الوزاني التهامي، اللي بهذه المناسبة هذه كان نتمناو له العودة من الديار ديالو، من الديار المقدسة. فهذا الحفل كان هو حفل حناء اللي تم فيه توزيع اللي فيه كان الحناء لأكثر ما يزيد على 1000 أسرة، وكذلك كان توزيع ديال بعض الملابس وبعض الحلويات، وكانت بعض العماريات والتصاوير وأشياء أخرى. فهذا الحفل هذا دار في منطقة هشة اللي هي المنطقة المارينيين على يومين متتاليين، يوم الأحد والاثنين، وإن شاء الله بحول الله ما غيكونش هذا آخر حفل، لأن سبق ضمنا حفل طبي استفدوا منه أكثر من 1400 شخص، وإن شاء الله بحول الله مازال غادي يكون استمرارية مع كل من الجمعيات ديال المجتمع المدني، وعلى رأسهم السي بوجمعة مرشوش اللي كان نوجه له الشكر بهذا المنبر، وكما كان نوجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا الحفل من سلطات وخصوصا الإعلام. وكنتمنى لكم شهر كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.